في مدن عملنا غير محصور في إنشاء وإدارة المدن الصناعية، ولكن تطوير مدن صناعية متكاملة وخضراء. إيش هي المدن الخضراء؟ هي مجموعة من البرامج المتقدمة لحماية البيئة ومراقبتها، ومنها برنامج مراقبة جودة الهواء، وهو عبارة عن محطات ثابتة ومتحركة تقيس تراكيز العناصر الملوثة. برنامج مراقبة الانبعاثات الصناعية لقياس تراكيز العناصر الملوثة اللي تنتج عن عملية الاحتراق وتسبب تلوث في الهواء. برنامج مراقبة مياه الصرف الصناعي، نجمع عينات من جميع نقاط الصرف بناء على برنامج زمني مجدول حتى نتأكد من معالجتها قبل التصريف علشان تسلم مياهنا الجوفية والتربة والبحار من أي عناصر ملوثة. برنامج التفتيش البيئي، نزود كل مستثمر بالمخالفات اللي رصدناها في منشأته ونشرح له أهمية معالجتها حتى نضمن بيئة صناعية نقية، وهدفنا معالجة المشكلة قبل تطبيق الغرامة. برنامج التصحيح البيئي والمعالجة، بعد رصد المخالفات نطلب من المستثمر تزويدنا بخطة عشان نراجعها ونتابع التطورات. هدفنا مدن صناعية خالية من أي انبعاثات ضارة. مدن خضراء.